معنا هاتفيا من الدوحة خليل المقداد المعارض السوري المستقل. مرحبا بك أستاذ خليل. إذا نظام بشار الأسد يبدو مصرا على تقويض اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا عبر هذه الغارات المتواصلة على مناطق في إدلب، ما تسبب في موجة نزوح جديدة بلغت أعدادها 20,000 نازح في 3 أيام. برأيك هل يفعل نظام الأسد ذلك منفردا أم أن ثمة تنسيقا مع روسيا بشأن ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. يا سيدي، أنت سألت السؤال وأجبت عليه. النظام أضعف من أن يقرر، حتى إن كان سيستمر في الحكم من عدمه. النظام لا يسيطر على شيء من سوريا. روسيا وإيران هما من يسيطر على الوضع في سوريا داخليا وعسكريا، وحزب الله طبعا بكل تأكيد. تصعيد عصابة الأسد وميليشيات إيران يعني يعتبر خرق واضح لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بغطاء روسي وبغض الطرف من قبل رعاة الاتفاق. المفارقة أو المضحكة المبكية أنه في الوقت الذي أخذت فيه فصائل المعارضة مناطق بعمق 20 كيلومتر، تقوم العصابة بالزج بقوات عسكرية وميليشيات طائفية، وهذا يقود للسؤال عن أي سلاح، نزع سلاح وخفض تصعيد، مناطق خفض تصعيد يتحدثون، وأين الراعي وأين الضامن وما هو مصير هذه المنطقة؟ هذا يعني أنا برأيي يدخل في باب استمرار الضغط، انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على هذا الاتفاق. ومصير هذه المنطقة الأخيرة من مناطق خفض التصعيد لن يكون بأحسن حال من المناطق التي سبقتها. أيضا في الأيام القليلة الماضية بدأ نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية لإيران حشد قوات عسكرية في محيط منطقة خفض التصعيد في إدلب. كيف ترى الدور الإيراني فيما يحدث على الأرض هناك؟ يعني الدور الإيراني واضح وأكيد. لدينا معلومات يعني أن الفرقة الرابعة نفسها التي يقودها ماهر الأسد بدأت الانتشار في ريف الشمال لمحافظة اللاذقية. إيران ترسل تعزيزات باتجاه ريف حلب وإدلب. لدينا تعزيزات من قوات النظام قدمت من منطقة القلمون يعني شمال شرق دمشق، وهي موجودة حاليا في الزلاقية وحلفاية بريف حماة. ولدينا أيضا قوات في جبل الأكراد بريف اللاذقية وفي النقاط المطلة على ريف حلب الغربي. يعني المناطق كلها الآن، ألا يتعرض ذلك مع روسيا سيد خليل؟ يعني هل تلعب إيران في الساحة السورية من دون نيل رضا الحليف الروسي الذي يبدو متحكما في أكثر أوراق الصراع؟ يا سيدي دعني أكون صريح معك ومع الجميع، ما يحدث هو مسرحية. يعني نحن أمام مسرحيات استنزاف للوقت، تسويف، وبالتالي إخضاع المناطق الواحدة تلو الأخرى باختلاف السيناريوهات طبعا. الآن هذا كل ما يحدث من مباحثات وسيناريوهات ويعني مؤتمرات في جنيف وأستانا وسوتشي ليس سوى تصفية للقضية السورية. هذا يعني بإخراجها إخراجا مناسبا بحيث لا يبدو الأمر وكأنه تسليم مباشر أو أنهم يعودون إلى حضن النظام، وإنما برعاية دولية وتمهيد وإلى ما هنالك، ومع طبعا يدفع المدنيون ثمن هذه الاتفاقيات والمسرحيات. الآن نتيجة القصف على عدد من القرى لدينا حوالي 33 شهيد، لدينا أكثر من 20 أو 25 ألف نازح من قرى، يعني جرجناز مثلا نزح منها حوالي 70 ألف. هؤلاء يتواجدون الآن في العراء، في هذه القرى التي نزحت يتواجدون في العراء، والمنظمات الإغاثية تحاول أن تساعد في هذا الأمر الآن. لذلك هذه المسرحيات لا تهدف إلا إلى التسليم. النظام يحسد ونحن نسحب قواتنا. أين الجبهة الوطنية التي يقال أنها الجبهة الوطنية للتحرير؟ وأين باقي الفصائل؟ يعني في النهاية سيتم التخلص من رافضي التسويات، هذا كله للحشد، وسيتم إنهاءها وبالتالي إعادة إدلب وباقي المحرر إلى حضن النظام. ولكن أين الدور التركي في مواجهة تلك الانتهاكات من جانب النظام؟ هل تمتلك أنقرة يعني أوراق ضغط تجبر باقي الأطراف على الالتزام باتفاق سوتشي؟ يعني للأسف الآن دعني أكون صريح معك، منذ إسقاط الطائرة الروسية، عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية كانت مستعدة للذهاب بعيدا في هذا التحدي، ولكن للأسف وجدت نفسها وحيدة، لا حلف شمال الأطلسي
دعمها بل تآمر عليها، وكذلك فعل العرب. يعني الدور التآمري العربي كان واضحا في المحاولة الانقلابية. لذلك تركيا وجدت نفسها أنها أمام خيارات أحلاها مر، وبهذا ما دفعها إلى حضر روسيا وإيران، وهي بالتالي الآن تحاول تأمين حدودها وأمنها القومي على حساب القضية السورية. هذه حقيقة أصبحت واضحة، لا يمكن لأحد أن ينكرها أو أن يدافع عنها أو أن يجملها. تركيا لو أرادت تستطيع، لكنها مهتمة بتأمين أمنها القومي وإبعاد قطر الانفصاليين الكرد عن حدودها، وبالتالي فهي تتماهى تماما مع الدور السوري الروسي، وكل ما تفعله أنها تقوم بالضغط على الفصائل المعارضة لعدم الرد على استفزازات النظام وتصعيده. وهذا يعني نحن نعيش مأساة حقيقية في هذا الأمر. شكرا جزيلا لك سيد خليل المقداد، المعارض السوري المستقل من الدوحة.